كبار المغنين في السودان، وأنا أفتقد هذه الأصوات الآن، وأتمنى أن تبحثوا عن الأصوات القديمة من أمثال أود أبدرس، عارف عندكم تسجيلات له، حياتي عنده أعمال متميزة، أعمال من الأشياء التي قدمتها مثلا قال حديد قطع لود بكساوي. هذه الأصوات نعم الآن في أصوات ندية وحلوة وجميلة جدا، لكن إذا عدتم إلى المكتبة القديمة أنا على يقين من أنكم سوف تخرجون منها كنوزا. والآن في لمحات حلوة، يعني أحيانا أنا أستمع لبعض المدايح فيها تطريب وفيها الحان تؤثر على داخل الإنسان وعلى عاطفته. فقطعا الشيوخ القدامى حببونا في 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 المديح وفي أسلوب الأداء. نعم. دكتور عبد الكريم الكابلي، دعنا نتوقف مع إحدى القصائد التي دوما ما يترنم بها ويصدح بها دكتور عبد الكريم الكابلي، جدد وضوك لأبونا الشيخ البرعي صاحب المليون متحة. وبالتأكيد دكتور عبد الكريم، ما مات من سكن القلوب، وما مات من حببنا في الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. رحمه الله رحمة واسعة، وكم منيت النفس لو أن معرفتي به قد تعمقت وطالت، إذ تعرفت به في أخريات أيامه، فكان قبل ذلك بالطبع إيجابي بأعماله، وهذا ما دفعني لأن أتغنى بجدد وضوك. ووجدت فيه ميولا صادقة للملحة، فكان خفيف ظل، وهذا يظهر حتى من الأعمال التي قدمها، تجد فيها هذه الدعابة وهذه خفة الظل إلى جانب الإيمان العميق. رحمه الله رحمة واسعة. وضوك خالف هوى نفسك، إني ساعدوك واقم صلاة الليل. وضوك خالف هوى نفسك، إني ساعدوك واقم صلاة الليل. وضوك خالف هوى نفسك، إبليس عدوك وأقم صلاة الليل. قد وضوك خالف هوى نفسك، إبليس عدوك وأقم صلاة الليل. في طريق أبوك أمسك تمام والغير لا يعجبوك، عاشر بحسن أخلاق يصاحبوك، أكرم جميع الناس حتى أبوك وأقم صلاة الليل. عاون أخوك بر والديك، ولو تفتل مخوك احذر من الفساق لا يوسخوك، والأشقياء الضالين لا يمسخوك، فأقم صلاة. أهل السلوك يا أهل السلوك، أهل الجذيب رعاة
رؤساء الحضرة وملوكة بنظرة لله يوصلوك والحجة بالتلقين يسألوك وأقم صلاة الليل وملوكة غالب هوى نفسه يخرجوك يخرجوك هم يخرجوك يخرجوك للنور من الظلمات في ضيقك من علتك وغرابك عليك تستمنى وتهاشم هيوكا واقيم صلاة الليل وضموكا غايب هوى نفسا يسعى نورك واقيم صلاة الليل اليرشدوكا يليرشدوكا هم بيرشدوكا لمناهج الإحسان ويأيدوك بحب جديد أخدمهم يسندوك بيضهم يعم أهلك ويكيد عدوك وأقم صلاة السلف دوكا يا السلف دوكا الأصلح البلدان لملك ندوكا النور الأرض لباس دوكا للجائعين شادين قاجل ودوكا وأقم صلاة لا يفتنوك لا يفتنوك الأغنياء يضلوا برصيد بنوك وأهل البيت صدرات خدمك بنوك ثم اصطدر لطيف بطوب حلوك وأقم صلاة ملك الملوك ملك الملوك لنبيك صلي بعد من يسألوك وعين يسير بالطريق أهل السلوك ويصلي بعد غروب شمس ودلوك وأقم صلاة خالي الهوى نفسك ابلي عليك
وغالب هوا نفسك اللي ساعد علوك واقف صلاتك. جدد وضوك خالف هوى نفسك إبليس عدوك وأقم صلاة الليل. في طريق أبوك أمسك تمام والغير لا يعجبوك. عاشر بحسن أخلاق أصاحبوك. أكرم جميع الناس حتى الأبوك وأقم صلاة الليل. يمكن أبونا الشيخ البرعي هي إرشادات ونصائح لكل من يستمع لهذه القصائد ولمدح الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. لازلنا مشاهدي الأكارم في ضيافة الدكتور سعادة السفير عبد الكريم الكابلي. يمكن قبيل